يا ليلة الإسراء والمعراج نور سرى نور إلى نور سرى في الحضرة من ترب أرض قد سعى للجنة نور إلى نور سرى في الحضرة من ترب أرض قد سما للجنة فتحت ملائكة السماء سماءها والكون هلل من عظيم القدرة. هكذا حدثتني الأرواح منذ قليل وهي تلقي على قلبي شيئا من جميل الشعر إذ تستحضر مهرجانا ربانيا لم يكن له لاحقة وليس له سابقة، مهرجان أراد فيه العظيم أن يستقبل العظيم، وأراد فيه الجميل أن يستقبل الجميل، وأراد فيه من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم أن يستقبل من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، وأراد به النور على نور أن يستقبل النور الذي جعله نورا يهدي به من يشاء وروحا يحيي به من يشاء، وأراد النوران أن يلتقيا على رغم ظلمات الدنيا وبعد المسافة الأرضية السماوية الملكوتية الفرشية العرشية. أراد الله جل في علاه أن ينادي حبيبه بعد أن فقد حبيبيه وأن يدنيه منه إليه وأن يدله به عليه وأن يجعل له باب تحقيق مطالب بعد أن فقد أبا طالب وأن يريه النتيجة بعد أن فقد خديجة وأن يجمعه بوالديه وأجداده وآبائه والأنبياء والملائكة وأن يحضره الجنة وأن يريه مقامه عنده وأن يسري عليه كما يليق بعظيم أن يسري على عظيم. فلم يكن الأمر مجرد رؤيا بل دعوة أمضتها الحضرة بسر النظرة إلى جبريل وإلى ملائكة العزة إلى الأكوان أن استقبلي حبيبي افكفي دمعه وانزعي وجعه وواسيه وسليه وأبهجيه وأسعديه ويا جنة قدس استقبليه ويا نار انظريه إن الذين يكرهونه فيك وإن سري فيه أبديه أو أخفيه إن الذي اصطفاه يصطفيه وكيف لا يصطفيه وقد جعل السر فيه. فأراد له أن يأتي وأراد له أن يسبق صولة الموت وأن يطير أسرع من الصوت وأن يفوت بسر ربه فوات الفوت. أراد الحي الذي لا يموت الذي نجى يونس من بطن الحوت ونجى موسى في التابوت ونجاه وستر عليه بحمامة وخيط عنكبوت أن يريه وجوه الجبروت والرحموت وعظمة الملكوت وعظيم اللاهوت وعظيم قدره في الناسوت وما فوق الناسوت. أراد أن يجلي عليه ما لم يجلي على غيره، أراد أن يريه أنه ليس كمثل محمد في خلق الله أحد، كما أنه ليس من شيء شبيه بالواحد الأحد، فهذا الأحد الأحدي وذاك الأحد الأحمدي. الدهر أجمع أنت سر نواله.